خلال الشهر الجاري في يوم 5 يونيو من الشهر الجاري صدقت على حزمة من المشاريع، ومن أهمها مشروع موجه للارتقاء وتحسين الخدمات الموجهة للفئات اللي احنا بصدد الحديث عنها، فئات المختلين عقليا، ويتعلق الأمر بتوسيع الأجنحة الموجهة لهذه الفئة، بحيث المشروع الذي سوف ينجز تبدأ الأشغال به خلال نهاية الشهر الجاري بمبلغ يفوق 8 مليون درهم، وبمساهمة مجلس المدينة ومساهمة المبادرة الوطنية طبعا ومؤسسة التعاون الوطني. هذا المشروع سوف يوسع الطاقة الاستيعابية لتفادي وتجاوز مشكلة الاكتظاظ ب 230 سرير إضافي. الهدف من هذا المشروع هو تحسين ظروف الإيواء، هو تحسين ظروف الاستقبال، هو العناية بهذه الفئة، هو احترام المقاربة الاجتماعية والمقاربة الحقوقية، هو الانخراط بشكل قوي وشكل جدي في احترام جميع المواثيق الوطنية والدولية اللي تهم العناية بهذه الفئة. إلى جانب هذا المشروع هناك مشروع طموح، جيل جديد من المشاريع سوف ينجز على الصعيد الجهوي بجماعة أم عزة بعمالة الصخيرات التمارة، هو اللي صدقت عليه اللجنة الجهوية للتنمية البشرية برئاسة السيد الوالي في 5 يونيو خلال الشهر الجاري، وبحضور السادة عمال الجهة ورؤساء مجالس العمالات والمصالح الخارجية الجهوية والمجتمع المدني. هذا المشروع يهم خلق بنية تحتية اجتماعية موجهة خصيصا لفئات المختلين عقليا، وانخرطت فيها جميع القطاعات الحكومية بشكل قوي من أجل تقديم خدمات ترقى الطموحات ديال الفاعلين، ترقى الطموحات ديال الدولة المغربية لتحسين ظروف الإيواء ديال هذه الفئات ديال المختلين عقليين. سوف ينجز بمبلغ 50 مليون درهم بمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بمساهمة كذلك من مجلس جهة الرباط، من مجلس عمالة تمارة، بمساهمة جماعة عزة كذلك، والقطاعات الحكومية الجهوية، المديرية الجهوية للصحة، المنسقية الجهوية للتعاون الوطني، إلى إضافة إلى شركاء آخرين، يعني بمبلغ 50 مليون درهم. وهو مشروع إن شاء الله ننتظروا منه الارتقاء بشكل يرقى لطموحاتنا جميعا بالخدمات الموجهه لهذه الفئات، وسوف ان شاء الله الان صدقت عليه اللجنه، هو في طور التوقيع من طرف الشركاء في المشروع، وغادي يتم مباشره بعد التوقيع عليه والمصادقه عليه من طرف الهيئات المنتخبه الاعلان عن طلبات العروض الخاصه بالدراسه التقنيه والدراسات الهندسيه، وان شاء الله نتمناو نمروا لانجاز المشروع قبل نهايه السنه. السلام عليكم، عيد مبارك سعيد للجميع. دونك بمناسبه عيد الفطر السعيد، المركب الاجتماعي نعتيق كينضم واحد افطار جماعي للمستفيدين والمستفيدات من الخدمات ديال المركب. هذه البادره جات من ولايه الرباط سلا القنيطرة اللي كنشكروها بهذه المناسبه. البادره كما شفتوا راه دخلت السرور والفرحه في نفوس المستفيدين هنا بالمركز، لان خلقت لهم واحد الجو عائلي وذكرتهم بالعائله اللي الاغلبيه ديالهم كيفتقدوها. دونك بالنسبه لي انا كمدير جيت للمركز هنا، هذا واجب انا خصني نجي باش نشاركهم هذه الفرحه هذه، وهي في الحقيقه فرحه لا توصف سواء من طرفي او لا من طرفهم هما. بالنسبه لهذه البادره هذه كتجي في اطار واحد مجموعه من المبادرات اللي قمنا بها منذ التحقنا بالمؤسسه هذه مده تقريبا 6 اشهر. كما كتذكروا اول حاجه كنا درناها هي ديك الحمله الطبيه اللي كانت شامله جميع التخصصات بالنسبه للمستفيدين، تقريبا استفد منها 1200 مستفيد اللي كانت انضمت لولايه الرباط سلا القنيطرة بالتدخل ديال السيد الوالي اللي كنشكروه من هذا المنبر هذا، كنشكروه جزيل الشكر على التدخلات ديالو، ومع جمعيه العمل السجالي بالاضافه لوزاره الصحه ومؤسسه محمد الخامس للتضامن والتعاون الوطني. هذه المناسبه كنستافدوا من جميع الفحوصات في جميع التخصصات، والحمد لله كانت النتائج ديالها ممتازه. ثاني حاجه اللي اهم حاجه دارت في هذه 6 اشهر واللي انا كنشوفها كانت لاول مره في المركز، هي الادماج ديال واحد المجموعه ديال الشباب والشابات اللي العدد ديالهم يفوق 40 شاب وشابه في شركه خاصه للنظافه والبيئه. هذه الشركه المواطنه اللي كنشكروها حتى هي من هذا المنبر، وكنشكروها بزاف بزاف بزاف، لان باش دمج لنا واحد 40 مستفيد ما يزيد على 40 مستفيد، لان عندنا واحد الفوج الثاني ان شاء الله اللي غادي تدمج، دونك ما يفوق 40 مستفيد ومستفيده اللي تدمجوا دابا في سوق الشغل وغادي يغادروا المؤسسه بصفه نهائيه. دونك الحمد لله هذه كانت بادره لاول مره في المركز. هو شوف هو المعيار ديال النجاح هو انه ملي كتدخل الى دخلتي 20 مستفيد خصك تخرج 20 مستفيد، يعني المركز نورمالمون هذا هو الهدف ديالو. كاين فئات اللي بطبيعه الحال ما عندهاش فين تمشي. نعطيك مثال، المسنين والمرضى العقليين والنفسيين، هادو ناس اللي ما يمكنش انك تخرجهم، ولكن كاين فئات اخرى اللي خصنا نعملوا ونخدموا على الادماج ديالهم ونرجعوهم للمجتمع يتدمجوا الادماج السوسيو اقتصادي ديالهم. هذه الفئه ضروري نورمالمون هذا هو العمل ديال المراكز الاجتماعيه، يعني اعاده ادماج ديال هاد المستفيدين. اما باش تكتفي بالاكل والشرب والمبيت فهذه ماشي. دونك بالنسبه كما كتعرفوا العمل الاجتماعي ماشي سهل. العمل الاجتماعي الا ما كنتش كتحبو راه ما يمكنش تنجح فيه. الاكراهات ديال العمل الاجتماعي كراهات كثيره وكثيره جدا، يجب التعامل مع الاكراهات بواحد النوع من السلاسه، واحد النوع من سميتو لتفاديها. اما باش تقول ما كاينش اكراهات راه كثيره ويصعب اننا نعدها دابا في السميه. اولا حنا جد سعداء على هذه المبادره الطيبه اللي قامت بها ولايه الرباط سلا القنيطرة وكذلك عماله الصخيرات التمارة من أجل إدخال الفرحة والسعادة والسرور على الأطفال ومستفيدي المؤسسة. كذلك كان داخل المؤسسة تنقوموا بمجموعة ديال الخدمات تنقدموها للأطفال، خدمات كتجلى في الإيواء وفي التغذية وكذلك في المتابعة في الدعم الدراسي، كذلك المتابعة النفسية والطبية. عندنا حوالي 163 مستفيد كلهم تتابعوا الدراسة ديالهم في المؤسسات العمومية والخاصة. كذلك بالإضافة إلى هذه هناك أنشطة متنوعة، هناك برنامج الأنشطة السنوي متنوع ومتكامل، حيث من خرجات، مخيمات، زيارات، ورشات تربوية. بالإضافة إلى ذلك هناك هيكلة بالنسبة للمؤسسة، هناك المكتب المسير للجمعية وهناك الإدارة وكذلك الأطر التربوية. فالحمد لله أننا كنحاولوا هاد الوليدات نعطيهم أكثر ما يمكن أننا نعطيهم، وأكبر دليل أننا اليوم عيد الفطر أننا متواجدين وسط منهم باش نعطيهم هذاك الحنان وهذاك الدعم النفسي، باش يحسوا كذلك انهم اناس عاديين، اطفال عاديين عندهم اب وعندهم ام وعندهم اسره ديالهم، ما يحسوش حتى بشي نقص، باش تكون ان شاء الله ان مستقبلا يكونوا ناس صالحين للمجتمع ويكونوا كذلك ما تعانيوا حتى من شي نقص، سواء على المستوى النفسي او على المستوى البدني وكذلك على المستوى الثقافي والتربوي. فمره اخرى تنشكر جميع من ساهم في هذا اليوم باش يدخلوا الفرحه للوليدات، ونتمنى هذه المبادرات تستمر وتكون كل سنه باش الحمد لله نشوفوا في العيون ديال هذه الوليدات الفرحه والسرور. شكرا.